عندي ثلاثة معاقين وأبوهم وأخوهم استشهدوا بحمص وأنا قاعدة بإدلب هون إلى 5 سنوات. بنقدر نشتغل الحمد لله ومخنا شغال وقدرانين، بس ما عنا لا وسيلة نطلع ونفوت فيها ولا عنا شيء. عندي ثلاثة معاقين عم يشتغلوا، نهار بناكل نهار ما بناكل، نهار بيجينا فرنك منهم ما بيجينا، بيجوا بلا شغل، وانا جوزي وابني مستشهدين بحمص، وانا حرمي صاحبة مرض، يعني شوفها تلاقي عم بحكي بنقطع نفسي، معي رب ومعي الضغط ومعي القلب ومعي الديسك عم قوم فيهم غصب، الله عم يقومني. نحن ثلاثة اخوي معاقين باركين بالبيت، والحجي بتشتغل بالموني، نحن 4 يعني باركين. لا عنا شغلة ولا عنا عملي ولا ما عنا معين غير الله. الحجي اوقات تشتغل هلا باوقات الموني بيجيبوا لها ملوخية، بيجيبوا لها باذنجان، بيجيبوا لها بامية، بيجيبوا لها، يعني بتشتغل وبتعيشنا الحمد لله رب العالمين. البيت غرفة وحدة، أكلة وشربة ونومة وضيفة يعني شو بدي اقول لك، وننام فوق بعضنا بالبيت ما بتصدق. عندي ثلاثة المعاقين عم يزحفوا زحف في الارض، بين ما يلبسوا بين ما يغسلوا بين ما يعني. منا من اهل الخير الطيبين يساعدوني المركوب، لهالشباب متحرك بالبيت عندهم كراسي نهتروا ما عم يقدروا يشتغلوا فيهم، بتقدروا تساعدوا اليوم؟ يعني اجار البيت يعني معنا اهل الخير عم يسعوا لنا فيه الحمد لله رب العالمين، يعني بالغصب حتى عم يدبروا لنا اياه، والخبز كمان بالغصب عم يدبروا لنا اياه، يعني معيشتنا الحمد لله رب العالمين، يعني ما لنا معين غير الله. اتمنى انه يكون عندنا مشروع صغير هيك نشتغل فيه، ونتمنى أن يكون عندنا وسيلة يعني مثل كراسي كهرباء مثل كذا، يعني نطلع ونفوت فيه، يعني هيك مشروع صغير هيك، نتمنى من أهل الخير إنه يفتحوا لنا مشروع صغير هيك نستفيد منه، مشان ما نعتمد على حد، نعتمد على حالنا.